ان شاء الله نشكر السيد الوالي، نشكر جمعيه البلد لانه هو عندنا اكثر من 12 سنه وحنا نستناو في هذا المشروع، يعني من 2012، لكن الحمد لله كما يعني اود أو اشكر الشكر الجزيل للسيد الوالي على هذه على هذا الحس، يعني حقيقه لما حكيت له على الموضوع يعني هو كان اشد، هو قال بلي انا حس، لكن الله يشهد هذه الايام انه هو كان احرص منا على الترتيب هذا، وقال بلي ان شاء الله عطى وعد وتكفل به، قال ان شاء الله قبل يوم 27 نقدم لهم العقد باش يبداو، وكما قال هو كلمه قال ان شاء الله ربي يوفقني ونقعد في الولايه حتى يستلم هذا المشروع، ان شاء الله هذا المشروع هو مشروع ضخم. هذا الامر هذا اللي لازم الناس تسعى فيه، قلت ما نقدروا نوقفوا روح أجر تاعو عظيم ونحو المحنة على والدي. بارك الله فيك. وخاطر الأكسون داو مول طون ويكون لازم يكون عندك اعتزال البذرة تاع خير الله فيكم وصحة للناس إن شاء الله. بارك الله فيك. ونحن في شهر رمضان مبارك ونحن على أبواب ليلة 27 مباركة. يعني كل أمور معنا يعني تفائل، يعني نتفائلوا خير الامور كاع صارت في هذا الشهر وفي هذا الظرف يعني الحاد. وكما قالت الوالي هذا العقد الاداري اللي عطاه لرئيس الجمعيه هو اللي راح يمكننا ندخلوا يعني في تجسيد المشروع، يعني واش بقات يعني مرحله اداريه نتاع رخصه البناء. طبعا عندنا رخصه البناء من بعد ولابد انه معناه يعني نديروا كل شيء اللي لازم باش يتبنى. احنا نقولوا هذا يوم تاريخي بالنسبه للجمعيه، خاطر راح الجمعيه منذ 2006 راح تنجز نظن اكبر مشروع نتاعها، هي انجزت مشاريع تاع ديار دار الاحسان لايواء المرضى عند ست ديار، ولكن المشروع هذا يعني يعتبر من اكبر مشروع راح الجمعيه تنجز. وهذا اليوم تاريخي بالنسبه للمرضى نتاعنا، بالنسبه للاطفال المصابين بالسرطان. ان شاء الله في ظرف كما نقولوا معقول ربما عامين وربما عام نص يبدا هذا المركز نتاع سرطان الاطفال يبدا في التشغيل، ومن ثم يعني تبان كاع الجهود والثمره نتاع كاع المجهودات. احنا الثمره تاعنا ماشي باش ندوز للسرطان، اننا نبداو نشوفوا اطفالنا اولادنا المصابين بالسرطان ان شاء الله يبداو يعني يداوي في بلادنا. وكما قال بونجار المشكل تاع سرطان الاطفال هو سرطان اللي يبرى مش كيما تاع الكبير تصرف في كذا، يعني كيما قال حنا دوكا رانا في معدل يعني كيما نقولوا شويه ضعيف. ان شاء الله بهذا المستشفى هذايا والمستشفيات الاخرين ممكن نطلعوا المعدل انه معنا 85 حتى 90% من الاطفال يبرأوا، كانهم يعني لن يصابوا بسرطان. مجمع زيرتيب يتمنى لكم رمضان كريم.